كل الأشخاص بأول ما يقرب فصل الربيع بتشوف إنه إذا عندهم مثلا استعداد ليخشوا أو لما يمشوا مظبوط على النظام خلص بصيروا جادين أول ما يبلش شهر نيسان أو بأواخر شهر نيسان، لأنه بهالفترة أكثر شيء بتلاقي إنه في مناسبات. طبعا الثياب الصيفية أخف طبقات، وبالتالي ببطل يقدر الواحد يخبي شكله. على كل حال الإحصاءات بتقول إنه السيدات ليخسروا من وزنهم، إن هي الفترة يلي ما نسميها فترة الربيع، تليها الفترة يلي هي بعد آخر السنة، يعني بعد حفلات وأعياد آخر السنة. وطبعا في عندك بعد مناسبة معينة أو في عرس معين، هدول على مدار السنة بيطلع لك مثلا نسبة مئوية معينة من السيدات اللي بيكون عندهم أعراس، خاصة أعراس حفلات، وبيكونوا هن كتير جادين وبينتبهوا على وزنهم وبيخسروا وزن بهيدي الفترة. استنى بتشوف يعني أنا بسميها امتحان البحر، يلي السيدات والصبايا اجمالا، حتى الشباب هلا كل شيء رح يبين والفضايح رح تظهر. من هيك بتبلشي بتلاقي جوابا لسؤالك وبيلتزموا بالنظام. هلا الحلو انه كله ببلش يعمل رياضه، بتلاقي بالنوادي الرياضيه صار الاقبال اكثر، نفس الشيء مشتريات اللي لها علاقه بالاطعمه الغذائيه المنحفه عامه. هلا تقطع هالفتره لسوء الحظ، بيرجع بينتخل الحبل وبيرجعوا الاشخاص لعاداتهم الغذائيه. هالسنه رح يكون شوي بكير لانه بيصادف شهر رمضان المبارك بكير، يعني انا بعتقد انه لحد نص او اواخر تموز رح يبلشوا يرجعوا هالناس يرجعوا لعاداتهم السيئه، وبالتالي بلش تلاقي الوزن عم بيرجع شوي شوي بنص او اواخر تموز اب وايلول بنرجع لنفس المشكله، لان عم بتبلش السنه الدراسيه والناس بترجع هدول الستاتستيك مش خاصه فيي طبعا، انا بحكم شغلي طبعا عم بلاحظ هالشيء عندي بالعياده، بس هدول الستاتستكس موجودين عالميا وتبين انه تقريبا بتلاقي طبعا بعض بلدان اكثر من بلدان اخرى اكيد، بس عامة بتلاقي هالترند او هالتوجه. يعني هذا الموضوع لازم نحن نشتغل مرات، انه الاساس هو مش انه نخسر من وزننا، انما نحافظ على الوزن اللي خسرناه. انا بقول لكل الاشخاص كل مره بيخسروا وزن بيرجعوا بيردوا الوزن اللي اخذوه، المره الثانيه اللي بيعملوا فيها بيتبعوا فيها نظام او دايت كثير صعب يرجعوا يضعفوا. احسبي عدد المرات اللي انت عملتي فيها نظام منحف وعدد المرات كل مرة جسمك بيخسر نسبة معينة من قدرته على خسارة الوزن. يعني إذا أنا أول مرة ضعفت 15 كيلو رديتهم، المرة الثانية المرة الثالثة بيكونوا 7، بعدين بيصيروا 5، وبعدين بيصير الكيلو أو 2 بصعوبة لتقدر تخلصيهم. يعني بيجوا عندك على العيادة سيدات أو رجال، بس بالأكثر سيدات لأنه بيعملوا أكثر رجال، بيقولوا لك انه ما بعرف ليش ما عم بقدر اضعف، بقى عم بعمل عم بنتبه على الاكل وما عم باكل والى اخره، بس ما عم بخسر وزن. وبترجع بتشوفي وقتها نعمل له مثل نوع احصاءات لكم مره هالشخص اتبع نظام، بتلاقي انه على الاقل اتبع يمكن 3 أو 4 انظمه منحفه، منها عشوائي منها لا، وبالتالي كل هالمره يلي هن خسروا ضعف فيها كل ما جسمه صار اصعب بالمكنه المسجله او مثلا فيديو، يلي هو بمجرد انه قطعتي بمرحله نحن بنسميها مرحله تخفيف الوزن، بيحفظ بيسجل شو هي هيدي المرحله، مره ثانيه بترجع بتقطعي بنفس المرحله ما بيرجع بيرد عليك، بدير سجل انه هيدا اسمها فتره الصيام، الجسم ما بيوصل له طاقه، بالتالي ما لازم بقى نحرق طاقه، لان هيدي فتره ممكن تطول وممكن معود يجيني اكل، هيك بيحفظ بصير اصعب. هلا مره على مره بصير بعد اصعب من ناحيه انه كل ما عدت هالمحاوله كل ما جسمك حفظها اكثر. لازم نحن نعمل مثل
perfect diet او الدايت المثالي يلي اول اساس او شرط الاساسي جسمي ما بيكون محروم. يعني انت عم تعطي لجسمك كل شيء بحاجه له من مكونات غذائيه. المرحله الثانيه ما بيكون محروم من ناحيه كميه السعرات الحراريه. يعني اذا انا لازم اخذ 1500 او 1700 ما بنزل تحت ال 1200 سعره حراريه حتى لو مش عم بضعف. والمرحله الثالثه بتطمني لجسمك. يعني اول انه عم بيدخل طاقه قد ما هو بحاجه. وبالشرط الثالث لحتى الواحد بنهي بده يخسر من وزنه تشتغلي على الجزء الثاني من المعادله اللي هي عكس التخزين الصرف. كيف فينا نصرف؟ هو انه نتحرك صح. وقتها انا اكون عم بصرف بس من دون ما اثقل بكميه الاكل اللي هو بحاجه الى جسمي. بنرجع بنعمل ريست للجسم وبنرجع بنمشي بشكل مفهوم. يعني قديه بدها يمشي الحال؟ في اشخاص بدهم وقت اكثر بقى بصيروا بيقولوا بس هذا الجيم مش ما بيزبط وانا ما عم بضعف بيرجعوا بيوقعوا بالدوامه نفسها. انا بقول لهم ما بينفع ترجعوا تدخلوا بنفس الدوامه لانه هيدا هو جسمكم وما رح تلاقوا حل. بدكم تطولوا بينكم شهرين زمان شهر زمان يمكن 3 أشهر ما بعرف. هلا بعرف صعب كثير لشخص عنده 10 كيلو يخسرهم قال له يمكن تقعد شهرين او ثلاثه ما تخسر من وزنك. بس بالنهايه هيدا هو الحل الوحيد لانه حتى ولو قعد بلا اكل وانا عم شوفها بالعياده يوميا برانيا قعدوا بلا اكل اشخاص قاعدين لترلي بلا اكل. يعني حرفيا بنقول قاعد بلا اكل. عم بياخذوا كميه كثير قليله من الطعام وانواع كثير محدوده من الطعام وما عم بيخسروا من وزنهم. من هيك مجبورين هالاشخاص يعملوا ريست لجسمهم او يرجعوا ينظموا او يحركوا جسمهم بهذه الطريقه اللي عم بحكي عنها. لانه الحل الثاني يرجعوا ياخذوه بقى افضل انه على القليله يحافظوا على الوزن اللي هن وصلوا له شوي ورا شوي يرجعوا. هل الدايت الصيفي بيختلف عن الدايت الشتوي؟ الفاكهه والخضار لانه انا كثير بركز بكل نظام غذائي عم نعطيه على فاكهه وخضار الموسم لحتى نحصل على الفيتامينات اللي بحاجه لها. اذا اكلت انت فواكه وخضره مش من موسمها كميه الفيتامينات اللي احنا معدنيه اللي فيها بتكون قليله لانه مخزنه. مثلا التفاح هلا ليش بدي اكل تفاح هو مش موسمه والفيتامينات اللي فيه بتكون خافه مثلا. فبدك باخذ مثلا مش موسمه ايه باخذ كرز هلا موسمه. رح يكون ان شاء الله الاسبوع الجاي رح يكون عندي حلقه خاصه بكل فاكهه الموسم لانه